وصيف من جرابتك. لقد انا بتستناني حتى فلسخ رجلي بتبيضني طابع. انا ما معطيك طابين تلك. هات هات اعطيتك طابين تشط. بعت لك هات هات روح روح ما مش رفقاتي نام على السيره. اهلين بالشباب. اهلين وسهلين. شلونك قبل ايه؟ تعرف مرتاح واهلا وسهلا فيك. والله اشتقنا لك. اهلين سعيد والله. احنا والله يا ابو ليلى هلا هي الخزنه مغيره انت ما ولا هي نفسها؟ لا هي تغيرت لحالها ما بغير بلا تغيرت كانت قبل غيرها. شو؟ بدك تدخن؟ ابو ليلى بدنا نفتح مشروع تجاري رابح وبدنا وقفتك معنا، بدنا مصاري. ايه والله بدنا مصاري. ماشي موافق؟ مرة موافق. ايه موافق. ايه الحمد لله وافق سعيد. بس انا هلا عندي شرط. انا هلا عندي شرط برا. شو شو هو؟ اني انا اكون المعلم. ايوه ها ايوه في دخيل. ايه هلا هدول ازرار. لعمة معقولة هيك نحن قاعدين؟ هدنك دبر وحاضر سعيد والتاني ونحن قاعدين هنا على الزر وبيعني الزر وشقفة قماش ومتر وما بعرف شي. والله لازم ندبر حالنا. شو بنا شو صلنا شخلي لتي. السلام عليكم. أنا ما عمت لك السلام عليكم. إيه عم عليكم السلام. عم نقول السلام عليكم. ردوا علينا مثل عالم الناس. ردينا شبكي. عندك جرابات رجالي حرير؟ ما عنا اختي، ما عنا فقينا بريحة صيفي. الله يرضى عليكي. ما عنا ما عنا ناقصنا بلاوي. حاكيني بعد الفاكس. الفاكس مبارن مو هاي. حاكيني بعد فاكس. حاكيني بعد ساعة. عم ليش قلعت على هاي؟ قلعت والله يا محمد. بلا قلعت. انا قلعت. ايه انت قلعت. شو هالخط هاي اللي تركبتها؟ خطر ببالي مشروع خطير. شو معلم؟ اعراضا اخوان. ونجيب بنات فرافير. هنقلع الرجال ونجيب بنات فرافير. وننطق في الشوارب وندهن في المناكير. وننطق في الشوارب وندهن في المناكير. وننطق في الشوارب وندهن بدال الصف عيابة هننزل الولوين. وبدال الصف عيابة هننزل الولوين. وحنلبس البيزون والجبرة الشراويل. ونلبس البيزون والجبرة الشراويل. ونلبس البيزون هنقلع الرجال ونجيب بنات فرافير ونحلق الشوارب وندهن المناكير. لما زرار شو وقفكم؟ شو عم تساوي؟ يلا حليق من هون. ليه عوام؟ والله اخصوم من اجارك يا محمد. ايه ضبطت والله مشروع لنغنغ فيه السما. اكثر افكار هي. حبك من جديد. تعال هون يا شرف انطو. تعال هون عامل لي حالك رومي وما ليه معلم؟ شو دول؟ هو ده اللي من يوم ولا من على افريقيا من يوم وانا فقلت على ده هيك معلم السلام. شو بقول افكر حالك ارجنتيني اذا لعبت هيك مقلا؟ نحن في سوريا ولا؟ يلا شوف ارى مثل العالم ولا؟ الى من يهم الامر نعلن عن افتتاح اول فرقه اعراضه نسائيه في العالم. للاستعلام يرجى الاتصال بابو ليلى. طفيتك طفيتك خلصنا طفيتك. خلصت القصه. شلون لقيت لي اياها؟ ري عليك والله يا ابو ليلى. تعرف شو كنت افكر انك عم تمزح بالقصه. طلعت جد والله. ايه طلعت جد. يخرب بيتك بس حاسس حالك كانك رفيمه. بدك ترافقني بلعب خد لمون هدول. هو 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 لمون. وبدك تعد لي زار محل كلياته. اوعى لا تشوف. اوعى فكر حالك ميسي. معك يا أخي إلى معناتا يكون أحمد بلا أحمد أخي أختي ولي أخيك. افتلي لشو يا محمد؟ اعملي هيك 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 عملي هيك هيك انقصي صاي صاي يا محمد. طيب إذا سألت منك مصاري ورجيني شلون بتجيبيهم لشو؟
وليد وليد خود مسيك سجل رقمي رقمه سجله على موبايلي. حاضر معلم. طيب ماشي جربك بالرأس ماشي يلا يا سو تنك مشتاقة طلي من الطاقة ومن ورد خدودك سبقيني بقى حبيبك ماسي ومن طاسة راسي ونقلة بوتاسي خفة ورشاقة يسلمني النونو يكحلل بعيونه يجن جنونه قدام الحراقة. شو قلتي لي اسمي؟ نسرين. نسرين عاطف احمد اخر والله احمد اخر يا حبيبي ان شاء الله بتقفشيني. بسالك سؤال هلا هي واجهه سيراميك اللي مساوي فيها بتمك ان شاء الله بيقفشني انت مهضومه شو معك لغات؟ يعني شويه فرنسي عشويه انجليش يعني هيك. عفقيني عالشحور ايه؟ خلاص حب المزق الحلا. تعرفي انه انا معي اكتر من 5 لغات بحكي ايوه هو بحكي حلبي ونبكي وحمصي. يعني شو معك؟ شو معي تاخدي لك 5 ساعات ان شاء الله بيقبسني الضحك المفقش انا بيقبسني المثقف انا ايه؟ يعني خلاص ديل رح نعمل كونترا؟ نعم نعمل هدول قلتيهم تنتين هو طبعا هذا هو الموند كونترا. برافو هذا الشغل البروفيشنال. امتى بتحب نبلش؟ هلا فورا على الحارق اذا بدي بنبلش. بس وين؟ خلص انت بعتي بنطلون عم تمضي هون في داكوني وين؟ خلص احمد احمد اخذ اختي. انت مهضوم كثير شكلنا رح ننبسط مع بعض. طبعا ننبسط لك انا ابو ليلى ملك البسط ان شاء الله بيقبشني ببو هالعين اللي ناتع فيها يا رب. الو شو؟ عالبسطة؟ ايه؟ شو هلا ما فيني هلا؟ لا بعد نص ساعة. ايه ما بحسن هلا. على فكرة بتاكل معي نص يعني بياكل الطريق معي نص ساعة. يا روح يا روح حطي حجوزة اللي مين بيسترجي يبعد عن حوا درجي. أيوه؟ انا شخصيا نسوانجي نسوانجي نسوانجي. أيوه؟ ولو الصوت بعلي وعلي وعلي علي الادب شو حالك؟ اشربوا ان شاء الله على الصحة. مكتوب عندك يا صبايا اجتماعنا اليوم رح يكون هو بداية شغلنا وانا تعذبت كتير حتى لقيتكم لانه فرقتنا لازم تكسر الدنيا وتعذبت لحتى نقيتكم انا صعب كتير صعب اكتر ما بتصوروها. ايه انا بحب الصعب وانا كمان بلا انا كمان. شوفوا يا شباب شوفوا يا صبايا بلا صبايا هي ايوه خلص يعني لازم تعرفوا انه هي فرقة عراضة رح تكون اول فرقة عراضة نسوانية بالعالم مو بالعالم لا بل بالشرق الاوسط. كيف يعني؟ يعني ما فهمتوا. الحمد لله الله بعت لي دبر راح اشرح لكم اياها اسمعوا. الشغله بسيطه كثير كثير نحن بالنسبه للفرقه يعني انا بدي اياها متينه قويه بدي اياكم تشدوا همتكم تسالوني عن مكياجكم لبسكم شكلكم انا مسؤول عنه ومو بس انا تعتبروني معلمكم لا وكلا كمان انا بالنسبه بالله احمد اخي ضربوه امي وين قاعد ادعم فاصوليات بدي اياكم تعتبروني انه انتم يعني انا مو بس معلمكم كمان انا الاب الروحي يعني تبعكم. شلون يعني مثلا انا تسالوني شو بدكم مشان تكونوا مرتاحين لانه اذا مو مرتاحين ما بتعطوا حطوا القاجوز حطوا القاجوز جاهزين؟ بروفا نعمل بروفا. ياي 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 لك ياي 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 لك ياي 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 ونكلك مشتاقة ونكلك مشتاقة وطلي من الطاقة وطلي من الطاقة ومن ورد خدودك ومن ورد خدودك سبقيني بقى سبقيني بقى حبيبة باسك حبيبة باسك ومن طاسة راسك ومن طاسة راسك ونقلة فوتاسي ونقلة فوتاسي خفة ورشاقة خفة ورشاقة ياي 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 هاي الزيدة واحد حمار سألوه قالوا له شو رأيك تصير بني آدم عم طلع هيك عملون ها وأهلي يا محمد والله على كلمة حقيقية بضحك والله بضحك ضيق لا يسعر والله صوتها
الو الو مرحبا. اهلين سهلين حضرتك ابو ليلى؟ ايه انا ابو ليلى الخطيب. انا عم دق لك مشان الاعلان. والله انت حلوه يا عز، صوتك حلو. شو شايف؟ يا ريت يا ريت يا زماني يطلع الصوت مطابق للصوره، كنا تفرفشنا. صورة احلى وحياتك. حوقف قلبي. طيب وينك؟ ايه ما بدنا نشوفك؟ امتى ما بدك؟ هلا اذا بدك. رقم بدي، بالله ما بدي، بدي رقم ما بدي. اختبي حالك وتعي اذا بتعرف. ديلك العنوان وين؟ ولا يهمك ابو ليلى، بسأل. ايه اللي بسأل ما بيتوه. تعي اوه استناكي انا. ايه شو طول ما طول، انا عباب محلك برا. ما شاء الله، ايش والله والخفي جايك انا. تعي معي هيك. شو بدي اعمل بهالمحل؟ شو بدي اعمل؟